أعلن وزير الصحة حسن التميمي تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في العراق محذرا من خطورتها وسرعة انتشارها وخصوصا بين الأطفال. للأسف الشديد أظهرت الفحوصات المختبرية في مختبر الصحة المركزي التابع لدائرة الصحة العامة هناك تحورات جينية بالنسبة إلى الكوفيد 19 وظهور السلالة الجديدة في العراق. وظهور هذه السلالة سريعة الانتشار تتطلب اليوم من المواطن الكريم الحذر الشديد والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. بدأنا الإجراءات وبدأنا الاستعدادات لمواجهة هذه الجائحة وتوفير كافة الإمكانيات، وكان من آخر الإجراءات هي قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي أوصت بها والتي ستطبق اعتباراً من يوم الخميس 18/2/2021.